غزة تنسف دما والحرب الأهلية على الأبواب. فوضى عارمة ما بين حركة فتح وحماس، والنتيجة 12 قتيلا ومئات المصابين. الناشطي ومسلحي حركة فتح اشتعلوا غضبا جراء عدم تلقيهم أجورهم منذ أشهر معدودة، ويلقون اللوم على حكومة حماس احتجاجا على سياسة حكومة حماس التي لا تجلب الخير لمواطنيها، إنما تصب عليهم الجوع والفقر وعدم تلقي الأجور. قاموا ناشطي حركة فتح بتدمير محرق مؤسسات الحكومية، حتى أن إسماعيل هنية يشعر بالضغط واقتراب نهايته. إنني من موقعي كرئيس للوزراء أهيب بجميع المواطنين أن يتحلوا بأعلى درجات المسؤولية، وأن يترفعوا عن الخلافات، خصوصا وأننا نواجه تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال، والتي تهدد بتوسيع رقعة العدوان على قطاع غزة. هانية دائما يلقي المسؤولية على الإسرائيليين، لكن بعد أن تروا هذا المشهد ممكن فهم القصة بشكل أوضح. هذا ما دار ما بين حماس وفتح في الأيام الأخيرة، سفك دماء وتصفية حسابات، كل منهم يلقي اللوم على الآخر. ففتح تريد أن ترمي بحماس عن منصب الحكومة والإدارة، لكنها بهذه الطريقة تسبب إلى انهيار السلطة الفلسطينية. فالمسلحون من فتح مصرون على أن من ابتدأ سفك الدماء هم حماس ونشطائها المسلحون في المناطق. طالب بحقوقها، ناس بتطالب برواتبها، ناس بتطالب بدها تاكل لتشرب. رمضان الدنيا جاي عيد، ما نازلين ضد حكومة، لا نازلين بيقمعوهم بتخوا فيهم. شو الدعوة؟ وين الانسان؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ لحيت الواحد هالقد وشو هذا لامتى؟ بطالبوا بحقوقهم، اعطوهم حقوقهم. احنا بنطالب الاخر رئيس ابو مازن بكم. هاي القوة اللي عاملين لي اياها العصابة، مسمين لي اياها تنفيذية، هاي عصابة منظمة غير قانونية بالمرة، يجب قمعها من الشارع. حماس تلقي اللوم على كونديليسا رايس وإسرائيل بأنها تريد خلق فتنة ما بين حماس وفتح تحت إطار سلام شامل في الشرق الأوسط. فكما يدعي الإعلام العربي بأن هذا المخطط هو ذاته المخطط الذي سوف يفصل بين الشيعة والسنة، وأن رايس تقوم بزيارتها في الدول العربية فقط من أجل وضع حماس وحزب الله وسوريا وإيران في الزاوية، والعلم العربي المعتدل في جانب آخر، وبذلك يلتهون عن مطاردة إسرائيل. أما السلطة الفلسطينية فنهايتها على ما يبدو سوف تكون كنهاية عرفات، نهاية مؤلمة وقاسية وتختفي مع الرياح.